عدل النقطه بتاع قضيه الافتاء يا سيدي. قسما بالله العلي العظيم، وانا في يوم جمعه اليوم نسجل، شوف المناصب بالنسبه الي هي اخر شيء، تعرفش علاش؟ لانه المناصب تقزم العبد، والمناصب تحطك في موضع سيء جدا وعسير جدا لان تمتحن. هو انا ما شديتش وقيل في ما لم يقله مالك في الخمر، فكيف؟ ولكن انا قسما بالله كنت ساكون وزيرا للشؤون الدينيه في حكومه بودن، وكنت استعد لاداء القسم. و تاهي المناصب ما تعنيكش بعد كل استعد اداء القسم؟ ما أما قبلتها فوق من قلبك؟ لا 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 كنت فرحان من منطلق اللي أنا باش ننظف المساجد من التوظيف الحزبي بيه. وأنا بالنسبة لمسألة الإفتاء هنقول لك علاش أنا ما نحبهاش على الأقل، لأنه مسألة الإفتاء مربوطة بالمنظومة التشريعية الضيقة سي محمد، ومحدودية دور المفتي بصراحة. ولكن أنا نحب نشارك في الشأن العام، وأنا قدام قضية اختيرة هي تنظيف المساجد من أئمة الغنانيش والمراشيش اللي هما يعملوا 4500 على 6000 يخصوا في المساجد والجوامع متاع الجمهورية التونسية. واضح سي محمد.